الخبر اولي عدى عن نور مارو وانس شايب. يا حبايب رجعوا الفولو لبعض بحساباتهم الانستغرام. بالبدايه مثل ما تعرفون انس شايب سوى فولو نور مارو، ولكن نور ما برد لهذا الفولو. يمكن هو ما كان يعرف، وبعد ما نزلت المقطع مالتي يمكن عرف بهذا الشيء، فقرروا يرجعون الفولو لبعض. فان شاء الله الف مبروك على الصلح، واكيد منتظرين التعاون الخرافي اللي حصل بيناتهم. اكتبوا لنا بالكومنتات انتم فرحانين بهذا الصلح او لا. ننتقل حاليا لماريانا غريب والشيء الغريب اللي سوته، واللي هو تنزيلها هذول الصور اللي شيء طبيعي انه هي تتعرض للتهجم بسببهم. بالنسبه لي سأل عن السبب، فهو شيء يا حبايب انه هي بسبب ملابسها اللي نوعا ما تعتبر كلش قصيره وكلش واضحه، اللي خلى هو من الكومنتات انه يتهجموا عليها. بالاضافه لشيء لازم تبيتها واللي هو المشروب، حتى لو هو مكان مشروب محرم يمكن يخلي بعض الاطفال اللي ياخذوها كقدوه لها يمكن يشوفون هذا الشيء عادي، فاغلب الكومنتات كانوا يهاجموها بسبب هذا الشيء. فكان حبايب الكومنتات شاركوا هذا الخبر واستحقت التهجم تعرضت له او لا. ننتقل حاليا للقمر الطاوي وياري يا حبايب، وثاتهم حاليا متجهين لحفله وائل كفوري. ثاتهم صار طبعا حاليا بنفس الحفله اللي هي حفله صارت باسطنبول، فاتوقع ان يصير صلح بيناتهم. ان شاء الله يا رب يصير صلح بيناتهم ويرجعوا مثل الاول. اكتبوا لنا بالكومنتات هل راح تفرحون اذا صار صلح او لا. وعلى سيره قمر طاي يا حبايب، الشيء الغريب اللي سوته واللي هو تنزيل هذا الستوري كان تصميم الها والنور مار، تصميم حب يا حبايب. كانت كاتبه شكرا للمتابعين اللي سووا لي ترند، اللي رغم ان هي ما سوت الترند راح اعطيكم التصميم شوفوه. فكنا حبايب بالكومنتات شو السبب اللي يخلي قمر طاي تنزل هيك تصاميم حب، رغم ان هي دائما على اساس تهاجمهم ان هي ما تحب هذول الاشياء. ننتقل حاليا لاحمد ابو روب يا حبايب، تنزيل هذا الستوري اللي قاعد يقول بيه انه هو ما زال الى الان مريض. الله يشفيه يا رب، ان شاء الله ما بيه الا خير والعافيه، ان شاء الله يتحسن بشكل اسرع. راح اعطيكم الستوري. هاي انا احسن من امبارح، بس في تعب بصراحه، ولوزي متفجرين مش ملتهبين، متفجرين. يعني عندي هون كرات بولينج مش لوز. ننتقل حاليا لرغده كوميديان، واعلانها انه راح تنزل اغنيه جديده، راح تكون اغنيه ديستراك اللي هي اغنيه راح تهاجم بها او تقصف بها اشخاص. راح تنزلها باول يوم من السنه الجديده 2022. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات من توقع راح تقصد بهذا الديستراك، هل هو رضا حبيبها السابق او الشخص الثاني. ننتقل حاليا لاسو يا حبايب، تنزل هذا الستوري قاعده تعلم من خلال انه راح تنزل اقوى فيديو على قناتها باليوتيوب باكر يا حبايب تقريبا على الساعه 7. فكتبوا لي بالكومنتات ايش قد متحمسين لهذا الفيديو. روح حاليا للتيك توك بيسان وانس شايب يا حبايب. انا شايب على اساس هو الفكره مالته، طبعا انس شايب هو الشرطه وبيسان هي على اساس تشرب حشيش، راح اعطيكم اياه شوفوا طبعا تيك توك. قبر المطروش جات الحكومه قلبي قلبش فتش 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 يا باشا عيب نزل ايدك انا مش محاشيش، انا ابني ناس بمليان ايوه عليك حباشيش مشيني تشرب. وبالختام عن محمد جواني يا حبايب، توثيق حسابه بالانستغرام، فان شاء الله الف مبروك من نجاح النجاح يا رب بشكل اكبر. وبس لها وصلت المقطع فجر مقطع لايكات، وبس كانكم فايزين بقدمك القصص. احبكم، مع السلامه.